اللي صار مع مشاري ويابس اللي في لندن؟ هذا ودي اذبحه طبعا، مش ما يقصد شيء، هو ممكن حس الدعابه ماله ثقيل، بس هذا الانسان ما يقصد شيء. وللامانه للامانه من اول يوم تعرفت عليه من 4 سنين هذا الانسان بالنسبه لي ذهبه. بالنسبه يعقوب يروح معه ياسمين صبري وانا اروح معه بستار خيري. شوفي انا ما ازال من الصبية لما يتغشمرون معي، الناس عبالهم ان انا من النوع اللي يهزني هالكلام او يستفزني او يحرك ينتقص انوثتي، ولا يعني هني اقول ان انا بالنسبه لي انا شخص واثق، ما يعني لي، انا اعرف شنو واعرف اللي قدامي شنو. ارجع واعيد لسالفه سوء الظن، كيفهم الناس؟ بس الناس ما شافت حياتك. اي لا، هذا قلت لك هذا الفيديو انا زعلت يعني للامانه، يعني زعلت من اسبوع يمكن كثير، وهم هذا الفيديو ما رديت على خلاص.